وعبر زوم ينضم إلينا الباحث في الشأن السياسي نضال السبع. صباح الخير أستاذ نضال. أهلا وسهلا، صباح الخير سدريس. يعني اليوم الكثير من التطورات الميدانية المرتبطة بالملف اللبناني، تحديدا مسألة التصعيد الإسرائيلي من جنوب لبنان وصولا إلى العمق اللبناني وتحديدا في البقاع، مع تعثر المفاوضات حتى هذه اللحظة والأجواء السلبية التي تسود هذا الملف وتسريع وصول البوارج الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط، هل هناك معطيات جدية لتصعيد إسرائيلي يطال كل الأراضي اللبنانية، أم أن القراءة الأولية لما يحدث تقول بأن نحن لازلنا في مرحلة الرد والرد المقابل وبالتالي لا تصعيد يصل إلى مرحلة الحرب المفتوحة على لبنان؟ يعني أنا بتقديري الشخصي أولا أنه نحن بحالة تصاعدية مع الإسرائيليين. إذا لاحظتي أنه ببداية يعني 9 أشهر عمليا يعني الإسرائيليين كانوا عمليا يديرون هذه المعركة، طبعا نحن كنا بمرحلة ردة الفعل وليس الفعل، كل الفعل اليوم في يد نتنياهو، هو الذي يتحرك في قطاع غزة، هو الذي يحدد مسار المفاوضات، هو الذي أيضا يفرض الواقع في جنوب لبنان، مارس عمليا يعني دخل باللعبة العسكرية بجنوب لبنان، وأنا باعتقادي أنه هو استدرجنا في جنوب لبنان. اليوم عمليا هناك تدمير ممنهج، ما يحدث في جنوب لبنان هو تدمير ممنهج للقرى الجنوبية. بنفس الوقت كان السيد آموس هوكستين عم يجي يتحدث عن إبعاد حزب الله بمسافة 5 إلى 10 إلى 15 كيلومتر عن حدودنا الجنوبية. أيضا يعني من يراقب يعني رؤساء المستوطنات بالداخل الإسرائيلي كانوا يتحدثون عن أن المستوطنين لا يستطيعون أن يعودوا إلى الحدود الشمالية إلا في حال إبعاد قوات الرضوان. أنا باعتقادي الشخصي أنه الإسرائيليين ماضين وهم لن يتوقفوا حتى بقطاع غزة، البعض يتحدث عن انسحاب إسرائيلي، ما الذي يدفع الإسرائيلي اليوم إلى الانسحاب من قطاع غزة؟ واضح أن الإسرائيليين أولا هناك فجوة كبيرة بالمفاوضات بيننا وبينهم، عملية حركة حماس تطالب بالانسحاب الإسرائيلي، الإسرائيليين يصرون على البقاء في معبر رفح، يصرون على البقاء في معبر نتسريم، يصرون على البقاء في معبر فيلادلفيا. أيضا بما يتعلق بجنوب لبنان هناك تدمير ممنهج للقرى الجنوبية، أيضا شاهدنا بالمرحلة الأخرى يعني خرق لكل قواعد الاشتباك، أولا هم قاموا يبدو أنهم يقومون بتدمير القواعد العسكرية ومخازن الصواريخ سواء في بعلبك، أيضا مارسوا عمليات الاغتيالات السياسية أو تنفيذ الاغتيالات سواء في الضاحية الجنوبية أو في بالأمس كما حدث في مخيم عين الحلوة. فأنا باعتقادي الشخصي أنه الحديث عن أن هناك تهويل، أنا لا أعتقد أنها تهويل، هناك برنامج واضح للإسرائيليين ونتنياهو مستمر بهذه المعركة، وربما هذه المعركة يعني اليوم من كان يتوقع أن هذه المعركة تستمر لمدة عام؟ يعني كل الحديث كان في السابق أن عمليا هذه المعركة ربما تستمر لفترة شهر ومن ثم تذهب الحكومة الإسرائيلية للتفاوض مع حركة حماس. اليوم عمليا نحن يعني على أبواب السنة تقريبا وهذه المعركة ما زالت مستمرة. أيضا هناك أمر هام ولافت أنه كل الحديث عن أن الجيش الإسرائيلي منهك في قطاع غزة وأن إسرائيل يعني تعاني في قطاع غزة، أنا باعتقادي هذا الأمر غير صحيح، ويبدو أن الإسرائيليين يعني فرضوا الأمر الواقع في قطاع غزة، وأنا باعتقادي أنهم سوف يستمرون بهذه المجازر. وكل الحديث الإسرائيلي عن عدم تمكن الإسرائيليين من تحرير الأسرى وعدم القضاء على حركة حماس حتى هذه اللحظة من أجل كسب المزيد من الوقت لأولا يعني ممارسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني وممارسة حرب الإبادة وتحويل غزة إلى مكان صالح للسكن البشري. اليوم في حال أن توقفت الحرب في هذه اللحظات خاصة في ظل الشروط التي يضعها نتنياهو لجهة
عدم عودة السكان إلى شمال قطاع غزة، لجهة أن يعني عدم السماح بإعادة الإعمار. هذا الأمر سوف يفرض واقعا جديدا على المواطن الفلسطيني وسوف يدفعه للهجرة إلى خارج قطاع غزة. طبعا بالجهة اللبنانية هذا أيضا يستلزم من الحكومة اللبنانية ومن وزير الخارجية التحرك بشكل سريع لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية الجنوبية بشكل يومي. هذا طبعا يحتم أيضا على الرئيس نجيب ميقاتي، وعلى يعني نحن نتذكر جيدا يعني اليوم دور الرئيس فؤاد السنيورة في حرب 2006، لعب دورا بارزا من خلال يعني حصار الإسرائيليين سياسيا. اليوم للأسف الشديد أن الحكومة الحالية يعني لا نرى أنها تقوم بهذا الجهد الكبير، خاصة في ظل الحديث الكبير عن نية الإسرائيليين التقدم ويعني توسيع نطاق العمليات العسكرية في جنوب لبنان.